يقول السائل: بعض أهلي وإخواني يأتيني ويطلب مني أن أرقيه، فهل إذا جاءني من يطلب مني رقية هل من الأفضل أن أذكره بالحديث؟ إذا طلب منك الرقية وهو بحاجة إليها فارقه، هذا مباح. أنتم ما فهمتم إلى الآن، تحسبون أن طلب الرقية حرام، ما هو بحرام، مباح، لكن تركه أفضل. نعم.